باللي الناس كاين ما جاوش شاركوا باسكو كانوا يحضروا البطوله العالميه 13 صح ولا لا؟ نعم كاين بعض اختصاصات بعض الاختصاصات كاين ما جاوش كيما احنا في الرياضات الجماعيه في كره اليد جاو الفرق اقل 21 سنه نعم خاطر ما يعطوش اهميه خاطر ما فيها والو هذه الالعاب بالبحر الابيض والمتوسط شنو هو هي مليحه للجزائر وشنو الناس قاعد تكلمت على انا اليوم نتكلم على واحد الرياضه واليوم نعطي يعني ماشي درس نعطي بركة رايي يعني الدوله الجزائريه انا كنشوف الملاكمه الجزائريه كاين 8 ميداليات ما نساوش بلي كاين بعض الرياضات كاين رياضي يدير دو تور يلحق فينال الو كي نروحو جوج اولمبيك شامبيون دي موند كاين 5 6 تور باش تلحق الكارت فينال راهي حاجه كبيره ماهوش مشكل يعني الملاكمه عندنا 7 ملاكمين هما من الجيش الوطني الشعبي الجزائري الناس ما يهضروش سي غراس على ان بي باسكو اذا راهم دي ميليتير صافي دير باش نعرفوا القيمه تاع خاطر الناس كاع يهضروا مدنيه عسكريه انا من اليوم نقول لهم هذا المنبر في الجزائر ان شاء الله عسكريه ما كانش كاع مدنيه خاطر المير ماشي عسكري الوزير ماشي عسكري اللي حاكم لي زامبو ماشي عسكري صح لهم يحقروا فينا هادو كاع اللي حاكم الديش اللي حاكم وحنا نقولوا الحقيقه الناس هذه هي المؤسسه اللي تخدم في الجزائر ان شاء الله انا مورف ان شاء الله باطال نشوفوا العسكر شو داروا لنا 5 جويي يعني سي دي بروفيسيونيل كوش يديروا عندهم الانضباط ان شاء الله نديروا كيما مصر خاطر السر نجاح تاع مصر في الرياضه هو الجيش هو اللي يسير الرياضه كيما كنا حنايا سابقا كي كان كولونيل او شي بوم دي مرحبا قصدي مرحبا ناس قاعد دعم الرياضه